النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. سادت المملكة اليوم أجواء كانت حارة إلى حارة نسبيا في أغلب المناطق، ولكنها كانت شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث تجاوزت درجات الحرارة هناك المسجلة حاجز 41 درجة مئوية. بعض المناطق هناك سجلت حوالي 44 درجة مئوية. على الجانب الآخر، تأثرت المناطق الجنوبية كما نشاهد من صور الأقمار الصناعية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، جلبت زخات رعدية من الأمطار لمناطق في منطقة وادي رم والبادية الجنوبية وتلك على الشريط الحدودي الواقع على المملكة العربية السعودية. وامتدت هذه الأمطار الرعدية والسحب الركامية مع ساعات العصر والمساء إلى مناطق غربية أكثر، ووصلت مدينة العقبة وهطلت بها زخات خفيفة من الأمطار، إلا أنها كانت مصحوبة برياح قوية للغاية في بعض الأحياء، كما هبت عاصفة ترابية على أجزاء من جبال الشرى ناتجة عن الرياح الهابطة لهذه السحب الركامية الرعدية التي تشكلت بعد ظهور هذا اليوم. هذه صور الأقمار الصناعية إذن تشير إلى حدوث دوران للسحب بسبب تواجد منخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا فوق الأراضي المصرية، وهذا الأمر بالتصادف مع وجود منخفض البحر الأحمر يعمل على حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير. ولكن كما تلاحظون في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية تتشكل سحب ركامية رعدية قوية، ويتحرك أجزاء منها إلى المناطق الجنوبية من المملكة. هذا الحال متوقع أن يستمر خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى. خرائط الضغط الجوي تشير إلى استمرار تواجد امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، إلا أن ميلان هذا المنخفض الجوي يتوقع أن يتحرك نحو الغرب ليسيطر على الأراضي المصرية، مما سيعمل خلال الأيام القادمة كما تلاحظون على اندفاع رياح شرقية إلى شمالية شرقية قادمة من مناطق صحراوية، وهي مرافقة لاندفاع كتل هوائية حارة باتجاه المملكة. يستمر تمركز هذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر في هذه المناطق خلال الأيام القادمة هذا السبت وحتى يوم الأحد. يتعمق تأثيره فوق جمهورية مصر يوم الأحد، وستشهد هناك الجمهورية حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي بالترافق مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. هذه الأمور تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله تعالى. ولكن أمر يجدر الانتباه له بأن مناطق الجمهورية السورية تتأثر بامتداد لمرتفع جوي قادم من تقريبا المناطق الشمالية الشرقية للبحر المتوسط، ترافقه ووجوده مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر سيعمل على حدوث نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية والشمالية الشرقية في الأجزاء الصحراوية من بادية الشام والمناطق الحدودية ما بين سوريا والعراق. طبعا هذا الأمر قد يؤدي إلى اندفاع رمال وغبار باتجاه المملكة يوم الاثنين بالتزامن مع هذه الأجواء الحارة، وهي تحت المتابعة بوجه عام. إذن هذه درجات الحارة للطبقات الجوية القريبة والسفلى من سطح الأرض والقريبة من سطح الأرض. كما تلاحظون هذا اليوم تقريبا اللون الداكن الأحمر واصل إلى الحدود، تقريبا حدوده واصل إلى أواسط الأراضي الفلسطينية، يغطي معظم مناطق المملكة، وذلك مرده إلى الارتفاع الكبير طبعا على درجات الحرارة الذي أدت إلى اندفاع هذه الكتلة الهوائية. ولكن نلاحظ غدا امتداد آخر لهذا الهواء الساخن والكتلة الهوائية الساخنة لتصل إلى شمال الأراضي المصرية وإلى شمال بلاد الشام والأراضي السورية، وتندفع رياح للغاية حارة باتجاه المملكة وهي أعلى بكثير من معدلاتها. يوم الأحد حد اندفاع المزيد من الهواء الساخن ليصل إلى مناطق حتى داخل البحر الأبيض المتوسط وتغطي كامل الأراضي المصرية بما فيها المملكة. وهذه الخريطة يوم الاثنين، استمرار لتواجد الكتلة الهوائية الحارة على معظم مناطق بلاد الشام ومصر، وذلك مرد
تعرضه كما ذكرنا سابقا إلى تواجد منخفض البحر الأحمر الذي يعمل على تدفق هذا الهواء الساخن والحار جدا إلى مناطق عدة في شرقي البحر الأبيض المتوسط بما فيها الأراضي المصرية وبطبيعة الحال المملكة. بالنسبة لدرجات الحرارة في طبقات الجو العليا، هناك أمر هام تجدر الإشارة به بأن هناك وجود لحوض علوي بارد وكتلة هوائية باردة نسبيا على الأراضي المصرية. وجود هواء بارد في طبقات الجو العليا متصادف مع وجود هواء ساخن للغاية في طبقات الجو السفلى يعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتمثل بتشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة في بعض الأحيان. وهذا ما سنلحظ بأن هذه مناطق الأراضي المصرية بالإضافة إلى مناطق المملكة من المتوقع الجزء الجنوبي منها أن يتعرض لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الأحوال الجوية كانت تظهر هذا اليوم، غدا السبت كما تلاحظون وجود بقع من الهواء البارد على الأراضي المصرية ممتدة إلى جنوب المملكة، هذا الحال يوم الأحد وهذا الحال يوم الاثنين. إذا المناطق الجنوبية المملكة على وجه الخصوص ستتعرض لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، ولكن إذا ما لاحظنا بالنسبة للعاصمة مع المناطق الشمالية والوسطى تقريبا هي بعيدة عن هذا الهواء البارد، وبالتالي يكون الطقس أكثر استقرارا ولن تتأثر بمشيئة الله تعالى هذه المناطق بالحالة من عدم الاستقرار الجوي. ولكن الحد الفاصل تقريبا هذا اللون، نلاحظ أن المناطق الجنوبية من المملكة تتعرض لوجود هواء بارد في طبقات الجو العليا متصادف مع اندفاع لكتلة هوائية حارة على طبقات الجو السفلى القريبة من سطح الأرض، وهذا سيعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي. سنشاهد مع بعض الآن أماكن توقع حدوث حالة من الاستقرار الجوي. إذن هذا التوقعات كانت اليوم، هذه السحب الركامية الرعدية أثرت على المناطق الجنوبية والعقبة، تستمر فرص الأمطار الرعدية حتى ساعات الليل الأولى، ومن ثم في ساعات الليل المتأخرة تتراجع تماما تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. وهذه هي سمة الحالات عدم الاستقرار الجوي، أنها تتغذى على التعاظم في ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار والذي يحدث في التسخين مع ساعات الظهيرة والعصر، وبالتالي مع ساعات هذه الليلة ليلة الجمعة السبت تتراجع الأحوال الجوية غير المستقرة، تبقى السحب تظهر من وقت إلى آخر ولكن بشكل عام لا يوجد فرص الأمطار. غدا السبت تعود مرة أخرى فرص هطول الأمطار من جديد إلى ذات المنطقة، مناطق البادية الجنوبية، منطقة خليج العقبة وتلك المطلة أو على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، تعود مرة أخرى الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار. تتميز هذه السحب بأنها تكون طبعا عشوائية الطابع، تعمل على حدوث رياح هابطة قوية وتعمل على نشوء عواصف ترابية قد تمتد إلى المناطق المحيطة، وبالتالي قد تصل إلى مثلا مدينة معان إلى جبال الشرى والمناطق المحيطة لهذه السحب. كما لا يمنع أن تكون هناك زخات رعدية غزيرة من الأمطار مترافقة مع هذه السحب، والتي تعمل في طبيعة الحال على جريان الأودية وتشكل السيول ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة. إذا السبت عصرا ومساء غدا هذه فرص الأمطار بمشيئة الله تعالى في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، تتراجع مرة أخرى ليلة السبت على الأحد الأحوال الجوية، تعود مرة أخرى يوم الأحد إلى ذات العملية فرصة من جديد لهطول أمطار إلى المناطق الجنوبية بما فيها منطقة خليج العقبة بمشيئة الله تعالى. عودة للأحوال الجوية هذه الليلة، طقس يكون دافئ على نحو لافت في أغلب المناطق، وبالتالي الجلوس في الخارج خلال ساعة هذه الليلة هو أمر ممتاز والأجواء لطيفة ورائعة، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة فقط 25 درجة مئوية لن تتدنى دون ذلك، والأجواء دافئة على نحو لافت. خلال ساعات نهار يوم غدا هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة بالمقارنة مع ما سجلت عليه درجات حرارة نهار هذا اليوم، تكون درجات حرارة في العاصمة من أعلى بالمعدلات لمثل هذا الوقت العام بنحو 10 درجات مئوية عما هو معتاد عليه. الطقس سيكون غدا حارا وجافا في أغلب المناطق، لكنه يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث ربما ترتفع هناك درجات حرارة لما يتجاوز 43-44 درجة مئوية. تظهر طبعا غدا كميات من السحب المتوسطة والعالية، تبقى الفرصة مهيئة لأن تحطو زخات رعدية من الأمطار في أقصى المناطق الجنوبية من المملكة، والتي ربما ترفق بنشاط في سرعة الرياح أحيانا وإثارة للغبار والأتربة. الطقس غدا مع ساعات الإفطار في العاصمة عمان الأجواء تكون نوعا ما حارة نسبيا 31 درجة، وبالتالي مش ممتاز غدا الجلوس في الخارج وتناول الإفطار في شرفات، ما زال إنما أمر جيد أن البعض قد يرى بأن الطقس حار للغاية خاصة سكان المناطق الغورية والشفا غورية التي تكون درجات حرارة مع ساعات الإفطار قرابة
40 درجة مئوية. دعونا نستعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض مناطق المملكة. نبدأها شمالا من إربد، درجة الحرارة تقريبا تصل إلى 37، غدا الصورة 25، جرش 35 إلى 28، عجلون من 34 إلى 26، أما في المفرق من 37 إلى 24 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة من 36 إلى 26، طبعا مع التنويه أن شرقي العاصمة تصل إلى 38 وغربي العاصمة تقريبا 34 درجة مئوية، فالمتوسط حوالي 36 درجة مئوية. في الصلد 37 إلى 30، نلاحظ طبعا درجات الحرارة الصغرى غدا ليلة السبت على الأحد مرتفعة للغاية، تكون في الصلد 30 درجة مئوية الصغرى وفي العاصمة 26 درجة، يعني الأجواء حتى في ساعتين قد تكون حارة. في مادبة من 36 إلى 27، البحر الميت 43 درجة مئوية العظمى غدا والصغرى 31، أجواء مرهقة وحارة للغاية. في الزرقاء من 36 إلى 26 والطقس أيضا حار. المناطق الجنوبية في الكاك ورمى بعض الأتربة المثارة 33 إلى 26، في كمن الطفيلة وجبال الشرع ومعان وخليج العقبة غدا تكون الفرصة مهيئة لأن تتشكل بعض السحب الركامية الرعدية التي قد تجلب بطبيعة الحال زخات رعدية من الأمطار، ولكن مع التنويه مرة أخرى على أن كلما تزاد الفرصة كلما اتجهنا جنوبا. في الطفيلة غدا 35 إلى 25، في معان من 33 إلى 21، في الشرع من 32 إلى 23، في خليج العقبة ترتفع إلى 40 درجة مئوية نهارا والصغرى 30 درجة مئوية في ساعات الليل. المناطق الشرقية أرويشة 36 إلى 21 أجواء حارة، 37 إلى 22 في الصفاوي، وفي الأزرق من 38 إلى 27 درجة مئوية. أحوال الطقس المتوقع خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن السبت من 36 إلى 26، يوم الأحد تصل 37 درجة مئوية العظمى في العاصمة عمان، يعني ربما تقترب من 40 مئوي في شرقي العاصمة عمان، والصغرى 27، أجواء حارة للغاية سواء في ساعات النهار أو حتى في ساعات الليل. انخفاض قليل درجات حرارة يوم الاثنين تصل إلى 36 نهارا 27 ليلا، هناك فرصة لأن نرى بعض الأتربة المثارة يوم الاثنين بسبب نشاط الرياح الشمالية الشرقية. قبل الختام ختام هذه النشرة، بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة. الأمر الأول هو يوصى بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الظهيرة والعصر، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت التي ستشهد أجواء حارة للغاية. ينصح بالاكثار من شرب السوائل والمرطبات بعد الإفطار وقبل السحور. والأمر الأخير هو ينصح بالابتعاد من مجاري الأودية والشعاب بسبب احتمالية تشكل سيول في أقصى المناطق الجنوبية من المملكة بسبب طبيعة هذه الزخات الرعدية من الأمطار. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. إفطارا مقبولا وصياما مقبولا، نلقاكم على خير إن شاء الله في نشرات جوية مقبلة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.